طيب على بركة الله احنا بنزعل. طيب اللي اخذناه في الستريمز بقدر حد هيك يلخص لي اللي اخذناه بالستريمز، شو انواع الستريمز اللي اخذناهم؟ ليش هيك يا اخوان؟ لا في حضور مليح ولا في تفاعل ولا في، ليش هيك؟ الوضع سيء بصراحة. عبد الرحيم شو أخذنا احنا ستريمز؟ طبعا شباب تفعل نظام الحضور والغياب. يزن صار معك شيء؟ اختراني لا باللاب فيش حدا تكفل خلاص يعني تمام، خلاص خليك في اللاب، خليك لا في اللاب. ماشي بس يعني استنى يجي يفتحوا لك ايه انت قصدك فيش حدا يفتح لك المختبر؟ هو مسكر يعني فيش حدا فيه قصدي خلاص مسكر مش مشكلة يا زلمة، روح لك المحل هاديك في في المكتبة او بعرف شوين خلاص واسمع، مش تمام مشكلة ماشي بتطبق ماشي بعدين، مش مشكلة. اوكي شو كنت احكي لكم؟ اخوان في حدا بيقدر لخص لي الستريمز اللي اخذناها وانواعها كيف بتعامل معها؟ في حدا عنده هيك؟ عبد الرحيم سامعني؟ احمد ابو الرب سامعني؟ أميرة كلكم السامعين؟ من الشباب باخذ غياب بكره، واللي بند عليه بردش بحطه غايب، بعتبره غايب يعني. طب عبد افتح المايك واحكي معنا شو انواع الستريمز. تعرف ايش يعني؟ شو معلق عندك؟ طيب احمد ابو الرب، أسيل عمارني، أميرة كميل، نعم دكتور أميرة شو الستريمز اللي أخذناها بالكورس؟ حضرت امبارح باي ذا حضرت واي؟ حضرت امبارح؟ حضرت طيب شو الستريمز اللي أخذناها بالكورس؟ خدنا الكونسول وخدنا الفايل لا هي مش أنواع الستريمز. هي مش ستريمز سمع حكى لك احمد، طلع شو حكى لك. انبوت ستريم ريدر اول ستريم اخذناه، صحيح احمد؟ صحيح اوتبوت ستريم رايتر احمد، اوتبوت احمد طول بالك، اوتبوت ستريم رايتر بصيرش اوتبوت ستريم ريدر. خلينا نراجع معلوماتنا تكون اللي اخذناها بالكورس. شو رايكم؟ احنا بالكورس يا اخوان بلشنا نحكي عن الستريمز، وباي ذا واي نظام الحضور والغياب تفعل، وانا بصراحه شو اقدر ابلش اخذ حضور وغياب. لهذا السبب بدكم تحضروا بصراحة إجبار الحضور، لأنه بدون حضور الوضع سيء جدا بصير. الحاضر علم الغايب، إنه الحضور بده يتفعل وممكن أخذ عشوائي، وما تعطيني استثناءات أنا بدي أحضرش وعندي مشاغل وعندي ما بزبط. شباب طيب بعدين ما حدا يغيب، كل غيبة عندي ظرف. انت بحكي لك تغيب، بعرف ايش قد النسبة، 25 35 45 والله ما بعرف. انت بعطوكم استثناءات هم اللي شؤون الاكاديمية، انا بالنسبة لي ما حدا يراجعني موضوع الغياب رجاء، انا راجعني مش عارف احل سؤال، مش فاهم قصة. خليها امور اكاديمية الله يرضى عليكم، بيناتنا امور ادارية ما تدخلوني فيها، لاني بصراحة ما بقدرش احكم على طالب، يعني انا مش شؤون طلبي، اعرف شو ظروفك. طيب الستريمز اللي اخذناها بالفصل شو هي؟ اخذنا شباب كيف نتعامل مع الكونسول من خلال انبوت ستريم ريدر. هي مش كونسول، ما اقول لك اعطيني انواع الستريمز، ما تقول لي كونسول يا اميره مش عارف مين جابتني. لا هاي مش، هاي بصراحه مش ستريم، هاي طريقه نتعامل فيها احنا مع الكونسول عن طريق الانبوت ستريم ريدر. نقرا، لما نقرا بيانات من الكونسول نقراها في انبوت ستريم ريدر، بدنا نكتب بيانات على الكونسول نكتبه في اوتبوت ستريم رايتر. هسه احنا ممكن نضيف هنا بفرز، احنا ممكن نضيف بفرز. كيف يعني بفرز؟ ان انا بس اجيب انا مثلا تعرفوا الانبوت ستريم رايتر والاوتبوت الانبوت ستريم ريدر والاوتبوت ستريم رايتر، انتوا بتعرفوا كيف تشتغل هاي؟ هاي بتتحول من بايتس لكاركترز لحالها لما تعمل مابينج، يعني شيء بريحنا صراحه، يعني بتقرا هي وبتكتب بالنهاية بايت، بس تعمل مع بالابلكيشن تعمل معه از كاركترز، كانها بتعمل مابينج ما بين البايت ما بين الكاركترز. طيب انت لما تكتب بايتس انت سموير في الاوتبوت ستريم رايتر،
ممكن تتعامل مع بفرز هون عشان موضوع الافشنسي، لانك انا ما بزبط كل ما اكتب بايت او كاركتر يخزن لي على الستريم، فالتعامل مع انبوت اوتبوت ستريم مباشره بيعمل اكزوست للريسورسز، فالافضل ان نتعامل معه من خلال بفرز. البفر زي ما بتعرفوا له ليميتد سايز، مش يعني اوبن، لا ليميتد سايز، ولحال لما يوصل لثريشولد معين البفر بيعمل لحاله اوتو فلاش. يعني كيف بنظف البفر؟ بنودين وان شوت على الانبوت اوتبوت ديفايسز، ما ببعث بايت بايت. هسه انت كبروجرامر ممكن تبعث بايت بايت، ممكن كل ما تكتب بايت تعمل فلاش، كل ما تكتب بايت تعمل، بس اكتب ما استفدت من وجود البفر. الطريقه اللي احنا بنتعامل فيها مع البفرز ان احنا داخل لوب نكتب بفر مثلا، بنضل نكتب فيه ما بنعمل فلاش، بس قبل ما ينتهي البرنامج بنعمل فلاش على اساس انه انا باللوب تعبى البفر مرتين ثلاث خمسة عشرة لحاله عمل فلاش، بس لما اطلع من اللوب انهي البرنامج مثلا، بدل ما اخسر بيانات الريميننج بايت داخل البفر، لا بعملها انا فلاش. لهيك انا بس مرتين ثلاث بعمل فلاش، ما بعمله فريكوينتلي، كل ما اكتب بايت بعمل فلاش. شو انواع البفرز اللي اخذناها؟ قلنا لك البفر لازم يتناسب مع الستريم من حيث اتجاه البيانات ونوعها. كيف يعني؟ اذا انا عمالي بكتب بايتس هو عباره عن اوتبوت، بفرد اوتبوت ستريم. اذا انا قاعد بقرا بايتس بفرد انبوت ستريم، طلع كيف؟ فاتجاه البفر نوع البيانات مهم. بكتب اوتبوت بايت ستريم، بكتب اوتبوت كاركترز رايتر، دير بالك يعني رايتر ريدر هذول الكاركترز وستريم للبايتس. طيب بدنا نقرا بايت، شو بنعمل؟ انبوت ستريم ريدر، بفر نحط بفر، بفر ايش؟ ريدر، ماشي الحال. بدي اقرا مثلا عفوا بفر انبوت ستريم، اذا كان هو اذا كان ستريم، اذا كان كاركتر بفر ريدر. هل ايش بدنا نخذنا ملي نعمل مع فايلات مثلا؟ عندنا فايل اوتبوت ستريم، يلا فايل اوتبوت بكتب على فايل بايتس، فايل انبوت ستريم بقرا بايتس من الفايل، فايل ريدر بقرا كاركتر من الفايل، فايل رايتر بكتب كاركتر على الفايل. شفت كيف الوضع سهل؟ طيب نعمل بفرز هون، شو بفرد رايتر تاخذها، بفرد رايتر هاي بفر للرايتر كاركتر، شو نعطيها هاي الكونستراكتر؟ يا نعطيها اوتبوت ستريم رايتر او نعطيها فايل رايتر. بفر ريدر بقرا، وين بتقرا؟ من انبوت ستريم ريدر، ممكن تاخذ الداتا سورس تبعتها او ممكن تاخذ من فايل ريدر، يعني كاركترز بصير. بس هاي هي شباب. طيب شفنا برضه كيف تعمل مع البايتس والكاركتر داخل البرنامج. اذا عندي انا في بدي اكتب على ستريم تحوي بايتس، وانا في عندي سترينج عادي بكل سترينج عند دوت جيت بايتس نكتب اري اوف بايتس عادي. إذا كان في عندي أنا برضو قرأت بايت تحولها لسترينج، شو بعمل؟ نستخدم الكونستراكتر تبع السترينج كلاس between أو convert from bytes to string. هاي التكنيكس شباب اللي احنا تعلمناها خلال الفصل، بس هذول اللي أخذناها كلها صدقا ما أخذنا غير هذول. طيب شو بصف علينا نعرف مثلا اليوم؟ شو بنضيف اليوم؟ اليوم من الستريمز احنا باي ذا وي ما ضلش خلاص، اليوم من الستريمز وبعرفش باخر المحاضره بعرفش، او ممكن المره الجايه لما نطبق المره الجاي او باخر محاضره اليوم ماشي، ممكن ناخذ الثريدز ونتعامل مع المالتي تاسكينج في البرنامج، كيف نعمل مالتي بروسينج في الابلكيشنز تبعتنا. انيويز راح اعطيكم انا فكرتين مينتس هيك تشتغلوا سمبل ابلكيشن، وبدي اشوف شو اشتغلته، بدي اشوف شو اشتغلته بصراحه، بدي اشوف يعني، وراح اختار هيك اسماء فلان وفلان فرجينا شو اشتغلت. ما تقول لي يا شباب ما عنديش وعندي وداخل من الموبايل، فالداخل من الموبايل بقدر هسه يبلش يحضر الامور. انا متاكد في ناس عندكم بجوز بعدها مش منزله لحد الان اللي هو هذا النت بينز، ما عاد مش راح اتفاجئ وبخلص الفصل مش منزل النت بينز. شباب ما بزبط ماده زي هيك، خلص حاول افهمها. تقول ليش انا ضعيف في البرمجه ولا لا؟ ما هي هاي سهله، احنا نبلش معك من الصفر. ما انت شايف انا عمري ما شرحت موضوع بكتباني انه الطالب عنده خلفيه عن القصه هاي، يعني لا بالعكس انا بشرحها بالتفصيل وبعيد وبزيد، بس انت بدك متابعه، انت بدون ما تتابع على الفاضي بدك تتابع، يعني ما بزبط هيك. ايش بدي احكي لكم نصائح سنه خامسه انتم خلص يعني عيب.
السنة الجاية بتشتغل مختبر وتصير زملاء. طيب اليوم شو بدنا ناخذ اشياء يعني ولا شباب اليوم ناخذ شغلات بس يعني تظبيطات على الوضع بدنا نتعلم فيه كلاسز جديده بصراحه حلو تتعلمها اللي هي اللي بتعامل مع الاوتبوت ستريم اللي هي البرنت ستريم بدل هي بفر طبعا هي بفر دي شباب والحلو فيها الاوتبوت ستريم تعمل فلاش اوتو فلاش لحالها وبتكتب برضو output stream يا بتتعمل write تكتب bytes أو بتتعامل مع اللي print line تكتب characters وبتعمل end line لحالها يعني كيف بدنا نحكي system dot out dot print line زي ال print line موجودة في system dot out يعني هل print line موجودة كمان في ال print stream هي بتتعامل مع ال print line وفيها collection of data types print character print double print boolean فيها كثير collection of بتلزمكم كثير وحلو جدا تستخدموها بتسهل علينا كثير كثير بتسهل علينا التعامل مع الكوليكشن اوف داتا تايبس لما تكون عندك كثير في داتا تايبس هيك مختلفه فبتسهل عمليه الرايتنج للبيانات خصوصا لما يكون في اختلاف فيها طيب خليني معلش هيك نطبقها بمثال هيك بسيط افرجيكم كيف اتعامل مع الانبوت ستريم مع البرنت ستريم عفوا بعرف هذا هو برنامجكم اتس اوكي اي واحد مش مشكله خليني اشطب بس هذول صغر الكود اي اوثروز اكسبشن موافق طلع برنت ستريم لما بدي اكتب يا اخوان اتعامل بالبرنامج تبعي مع بايتس طلع اي برنت موجوده في الاي او فيش داتا من امبورت برنت ستريم بتساوي نيو برنت ستريم اربطه مع الكونسول بصير سيستم دوت اوت طلع مثلا ببساطه طلع ما احلى برنت ستريم شباب برنت ستريم شباب برنت ستريم دوت تكتب بايتس هاي بايتس رايت تعطي اري اوف بايتس عندك ايمج عندك قصه رايت بايتس الاري ذاتس فاين كل شيء موجود طلع كيف عندك كاركترز ولا في اي مشكله هاي برنت طلع قديش برنت يا اخوان طلع قديش برنت فيها كولكشن سترينج اوبجكت بوليان كاركتر دبل فلوت كذا لونج معظم الداتا تايبس هاي سترينج احنا اكثر شيء راح نستخدمه سترينج throw هاي نكتبها string throw print stream class طلع كيف طلع معي ابسطها اعمل run شوف كيف بتطلع على الكونسول طلع كيف تطلع على الكونسول نكتبها على فايل اطلاقا ما فيش اي مشكله بدل ما تقول لي هون system.out هاي نغيرها شو نحطها شباب شو نحطها مين بعرف فايل فايل اوت بالضبط فايل اوت فايل اوت شباب بسيطه ستريم جدا بسيطه فايل اوت ستريم ونكي لك هيك فايل انت عديه مثلا شو سميته هذا بي اس برنت ستريم يعني دوت تكست هاي الجمله راح يطلع لك اياها جوات الفايل هاي ران طلع كيف في الستريم ما غيرتش في البي اس انا ولا شيء بدك تكمل كونسول وداها على وين على الفايل اذا بتروح انت هون سموير على الدي راح تلاقي على الدي في هالملفات اللي عندي بي اس نعرفها هاي شباب شفتوا النص صار بالفايل كمان في كلاس ثاني بصراحه حلو تستخدموه كثير هذول يستخدموه هنا على فكره حلوات كثير هذول البرنت رايتر بتساوي نيو برنت رايتر البرنت رايتر مثلا بكاركترز برنت رايتر كاركتر ممكن اربطها مع مع الكونسول طلع سيستم دوت اوت شوفوا شباب بس هتكتب كاركترز يعني هاي برنت رايتر دوت طلع قلت له هون اذا قلت له رايت برنت رايتر رايت تكتب باي كاركترز طلع دوت رايت طلع سترينج كاركترز شفتوا كيف تعمل الرايتر الرايتر بالرايت بتتعامل مع كاركترز والستريم في الرايت بتتعامل مع بايتس
الشباب سهلي نفس الشيء، يعني بتحس انه قصه مكرره، يعني شيء يونيفايد بين الكلاسز. اي شيء في ستريم عباره عن بايتس، اي شيء في ريدر ورايتر بتعمل مع كاركترز، خلاص امورها يونيفايد في كل الكلاسز. ليك كثير سهل علينا العمليه، يعني بصراحه بتوهش. برنت رايتر دوت برنت لاين، احنا بنحبها بصراحه عشان برنت لاين، بنبلش اند لاين، هاي سترينج هاي مثلا، هاي في بعض السترينج. طلع السوما على السيستم بت اوت، طلع شو بصير عمل ران، طلع شو بصير باشش. ليه برنت رايتر الشباب مش اوتو فلاش، مش يعني باي ديفولت فولس. اذا نعملها اوتو فلاش لحالها لازم نعمل فلاش، حتطلع هاي بي دبليو دوت فلاش، وهذا بفر فلاش بيطلع انه كاركتر. بس انا بديش اعمل فلاش، بدي يطلع اوتو لحاله. اذا بعمل ران بيطلعش هسه، بدي يطلع اوتو لحاله. بنحط معها ترو عشان نفعلها زي الستريم. اذا بحط ترو اوكي خلاص باي ديفولت سي، اي شيء تطبع انت برنت لاين يطبع لحاله. اوتو فلاش ترو طلع كيف بصير يطبع. هاي ميزه حلوه. بدل اذا كنت تعمل شاتنج سيستم تتاكد مش كل مره فلاش 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 فلاش، لا خلاص انت بصير تعمل ترو وبصير تبعث وهو بصير لحاله يعمل فلاشنج للبفر كل مره. صح هاي شباب حذر شوي، يعني تستخدمهاش انت لما تتعامل مع ستورج وداتا بيز وبتخزن كثير في الانبوت اب، بصراحه مشكله لانها بتعمل كونسيومينج للريسورسز. اذا كنت تعمل شاتنج سيستم وسيرفر كلاينت زي ما راح نشوف احنا في المستقبل، اتس اوكي بتقدر تستخدمها. اذروايز دونت يوز ات، دونت يوز ات. That's all. نربطها مع فايل هاي مثلا برنت رايتر، ولا في اي مشكله، ولا في اي مشكله. هاي وين ننسخها؟ ننسخ هون وبيست وبرنت رايتر مثلا اف يعني فايل، وبدل ما يكون سيستم دوت اوت بنعطيه فايل رايتر. طلعوا نيو فايل رايتر، وشو نعطيه الفايل رايتر يا حزركم؟ نعرف دوت تكست، عفوا خليها عادي. وبعدها انت تطبع اللي بدك اياه لحاله بيعمل الفلاش. لو جينا هاي الجمله نفسها مكتوب بس باك سلاش غلط، لازم بزبط 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 ولا حلو. اف سميتها انا ايرون، هاي الدي تمام. وطلع كيف نزل سطر جديد، طلع نزل سطر جديد. هاي الماوس شو تو الكيرسر، نازل سطر جديد وهذا تمام. وضحت شباب؟ طب نشتغل هيك سمول تاسك هيك، اعطيكم ربع ساعة تشتغلوا. بصراحة بدي اشوف شغلكم، طلع شو بدي تعملوا لي. طلع من الكونسول، ايش برنامج بسيط جدا. من الكونسول ادخل لي as line of text employee name والhours والريت. hours integer والريت دبل. ضلك ادخل انت معلومات اليوزر يعمل كيو كابيتال انتر. اذا عمل كيو كابيتال بيطلع من البرنامج، والمعلومات اللي عملتها هون الامبلوي نيم بيعمل لي جنريت لفايل بالاستخدم البرنت رايتر، يوز برنت رايتر تو ستور ان ذا فايل النيم والسالري. سمي لي اياه ملف سالاريز دوت تكست، يعني بندخل مثلا على احمد ماشي اورز 50 ريت 12 ونص، محمود 40 ريت 14 ونص، عبير 12 ريت 20، كيو بيطلع بكتب فلان هيك راتبه، فلان هيك راتبه، فلان هيك راتبه في تكست فايل. استخدموا البرنت رايتر في كلا الحالتين. طلع بهي بتقرا منها، لا استخدمش هاي، بتستخدم تقرا من الكونسول، تستخدم الانبوت ستريم ريدر مع بفر. ليش مع بفر شباب؟ يعني بتقرا اللاين كامل، هذا اللاين كامل بدي اقرا كلياته على البرنامج واعمل له سبليت، واجيب هاي الاسم واجيب هاي انتجر دوت بارس انت للاورز دبل دوت بارس دبل للريت، واضرب الاورز في الريت واعملهم بلاين، واكتب اللاين از بايتس مثلا او كاركترز زي ما بدك،
داخل الفايل اسمه سالاريز دوت تكست. مفهوم شو بدي شباب؟ مفهوم شو بدي؟ بعطيكم مجال ربع ساعة تجربوا. دكتور عيدها بس دقيقة. بعيدها. طلع شو عندنا محمود يوسف. يوسف بدك بالكونسول تدخل اسم الموظف وعدد الساعات وقديش باخذ النسبة، قديش باخذ على الساعة. يعني بدك تدخل اورز النيم واورز وريت. بدك تخزنه طبعا جوات اري اللاين، بدك تقرا از لاين سترينج يعني تعمل له سبليت. لما ليش تعمل له سبليت؟ عشان تفصل النيم عن الاورز عن الريت. بعديها بدك تمسك انت الاورز تعملها بارس انت انتجر، وبدك تعمل بارس دبل للريت دبل وتضرب الاورز في الريت بيطلع عندك سالري راتب. هون بدك تستخدم البرنت رايتر عشان تخزن الاسم والسالري. بعد ما ضربت الاورز بالريت صار في عندنا شيء اسمه سالري. بدك تخزن الاورز والريت داخل فايل اسمه سالاريز دوت تكست. بدك تراعي نقطه ان هالعمليه بدك تعيدها لكل الموظفين عبين ما اليوزر دخل كيو من الكونسول بيطلع وبتكون بفتح الملف بلاقي كل اسامي الموظفين مع الرواتب موجوده داخل الملف. فهمت يا يوسف؟ بعطيك ربع ساعة بس مش حد يقول لي ما اشتغلتش. اشتغل ان شاء الله تكتب حرف، مالك حجة. انا بدي اشوف شو بصراحة يعني. دكتور؟ نعم يا ولا. بنفع اطلع من المحاضرة؟ ليش؟ بدنا نروح نعمل فحص كورونا. روح الله معك، خلص بدون تفاصيل. تمام. برنت الان اس اوكي اعمل رن نشوف. ليش عملت 11؟ اوكي انتر كيو. شوف الفايل بالله بقينش انه تعمل شير بس للادمينز. طلع بالفايل في داتا؟ طلع. اعمل شير؟ لا فيش داتا اسيل. انا متاكد انه طلع. اسيل ثاني شو اسمك انت بزور؟ غير أسيل كنار. إيه دكتور عندي أفرجك يا بس عندي يعني. مش يعني مثل حلا مش مشكلة مش مشكلة. برنت رايتر دبليو كابيتال عفوا بفرد رايتر دبليو كابيتال في رايتر. عملت فايل على النوت باد وحط خزنته على الدي سميته كي اوت وقسمت دخلت سلر وقسمت على اساسه. بس دكتور هدول صح؟ دكتور علاء متاسف انا حامل عامله ميوت وبحكي معك لساعة فكره. انبوت ستريم ريدر كذا صح. هاي طلعي هاي فايل كنار دائما اسامي الكلاس تبلش في كابيتال لتر. فايل كابيتال اف كابيتال. استنى اشوف اللي بعطيك ار عليها. بفرد رايتر فايل كرب عليها. شو بلاش بعطيك عليها ار هاي فايل رايتر. خليك في حدها. لا كرب عليها هيك اس اوكي. مش عامل ثروز. اطلع شوي بلا شوف على الميل. اكسبشن ايه عندك مشكله كابيتال سمول. اكسبشن ايه كابيتال. اعمل سبيس بين ثروز وبين اكسبشن. حلو بفرت صح. دبل سيلري صح. هات نشوف هون شو عامل. اكيد كابيتال سمول. ريد لاين عكستي ريد. ليش انت ما كتبت بكنار؟ ليش انت كتبت بايدك؟
بفرد رايتر ما تقرأيش فيها لاين، بفرد لكن ريدر. وما كانش يظهر عندي فكتبت بيبي. بفرد ريدر، حطي ار بس هون. ريد لاين لا تساوي، من تقرأ انت اول شيء، من تقرأ فعلا انت؟ من الكونسول لازم اقرأ. استني شوي. اف اي اف اي اه صح مظبوط، تقرأ من الكونسول. لا تساوي نل صح، سبليت على سبيس صح، البارتس واحد واثنين، سلري صح. عملتين تتين بارت دبل ما عنديش مشكلة. سلري صح. لا مش رايت، استخدم عشان البرنت رايتر، استخدم بدل رايت استخدم البرنت لاين. برنت لاين برنت إيه. الان هون وفيش داعي لنيو لاين ولا فلاش، احنا عاملينها ترو. هاي لازم ما عملتهاش ترو، مش عارفه دكتور وين عملت ترو. هسه مظبطها لما تعمل برنت لاين انت هون بدل رايت، شيلي رايت حط برنت لاين بس. هاي انا عملتك على تلك اسرع. الفلاش صح بقيمها بحط ترو؟ لا غلط. كنار كنار هذا حكي طول بالك، استنى عشان نخمك. هاي الرايت شيليها وحطي برنت. دكتور ما هي مش عامله برنت رايت ال ان بلا عامله. مش عامل برنت رايتر انت. بفر درايتر مستخدمه. لا كنار، بدنا البرنت، بدنا البرنت هاي بدل بفرد برنت رايتر، وهاي برنت برنت كابيتال بي. من عارف حطيها سمول لتر؟ والله عارف. لا عندك مشكله بالكابيتال والسمول، شيل دي. ليش عندك مشكله بالكابيتال والسمول؟ نفس الشيء بعد حال بفرد شيليها. خلص بس اعمل سبيس بين النيو بين. هسه المفروض تمام. شيلي لي هاي النيو لاين، شيلي لي هاي الله يرضى عليك. ايوه ونفس الاشي هاي شيلي لي هدول، بلزموش. استنى شوف، استنى استنى. ليش؟ ما عملناش، احنا ما عملناش تروث. طلع وين تعمل، وين تعمل ترو يا شو اسمك انا عرفت البرنت رايتر هون، وحطيتي هذا في اول وحده بالفايل. هون تعملي فاصله هيك وتحطي كتبت ترو، يعني الكونستراكتور تبع البرنت رايتر بياخذ تو باراميترز. اول واحد بياخذ سورس اوف رايتر، يعني زي برنت رايتر سيستم دوت اوت، فاصله ترو للاوتو فلاش. خلص هيك 100%. اعمل ران. لا مش 100%، بفر درايتر هاي شيلي لي اياها، مالهاش داعي. هاي ولا اشتغلنا فيها؟ خلص برنت لاين. خلص هسه اعمل ران. عملت انا ران شوي بس المشكلة اني انا بالمكتبة مش عارفة اتحكم كثير بالشيء. بس دقيقة دكتور علق. لا ما علقش، بس انا فيك الدكت علق الجهاز ما اشتغلش. انت عامل شير سكرين صح؟ ولا عامل شير بس للبرنامج؟ بس للبرنامج. طلع في محل تكد فيه، بعطيك شاشة تكد فيها، فتح لك اياها في نيو ويندو. ايه لا تعالي هون كبسة هاي. ايه وين؟ هاي هون في زي اكس صغير، شفتيها؟ هي هي. لا مش هي، هي هي كمان. يس. اكتبي هون، اكتبي اكتبي يلا هون اكتبي. يلا يا كنار. يلا دكتور.
اكيد بس كده تدخلي بايش كيف بدي ادخل بالاول السلري صح، بدي ادخل السائر الريت الساعات اللي عملهن، بدي ادخل كمان النام اساس انه يطبع بال. طب انت حسب الاري اللي عملتيها شو لازم اول ايش تدخلي هون؟ عدد الساعات. لا الاسم مش مخزن الاسم بارت اوف زيرو. بلا اكتب كنار سبيس عدد الساعات كل 100 والريت كل 15 سبيس حط 15 انتر كيو عمل كيو. شو عامل نال انت؟ لا 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 ليش عامل نال؟ طب عمل انتر كمان. لا الانتر بعتبرها شو اسمه، عمل انتر نجرب. لا احنا عارفين طلع. حطي هو محل كيو، حل محطش تساوي، حطي ايكوالز هيك دبل كوتيشنز كيو كابيتال. عملتيها كنار؟ ايه شوي بس. equals كيو دوت equals كنار دوت equals كنار اشتغل اشتغل حالك كنار اشتغل حالك. ايه دكتور كنت طالع من اللاب وبالجامعة ما اخذت اللابتوب مش ما اخذت راحتي يعني فات من اللاب مباشرة على المحاضرة. دكتور لازم تحط لا يساوي فوق صح، حط مش لا يساوي، تحط هون النقط تنفي وايل بين هون حط نقط. هون نقط. حط النقط تعجب هاي. ايوه خلاص هيك المفروض تمام. طيب كنار كنار بايد بدي افتح لك علامه بونص بس خلينا اشوف مين فيش معي وقت كثير لانه في حد يفرجيني شغله. طيب يعطيكم العافية. لا يعافيك.